شكرا 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 احبائي. اذا مرحبا بكم في حصتكم المفضله مع عمو يزيد. وانتم يا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا الحصه كما هاد الاطفال اللي كلمناهم بالهاتف ولا بالبريد الالكتروني وجاو حضروا معنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com للتسجيل بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا في التسجيل قليلا من الصبر لأن التسجيلات كثيرة، وعمو يزيد حبي يجيبكم كامل الحصة. في بداية كل حصة نستقبلوا ساعي البريد سهيب، أصغر ساعي البريد اللي يجيب لنا الرسائل اللي بعتهم أصدقائنا لعمو يزيد عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار أراء وملاحظات. تحية تحية لسهيب، تعال سهيب تعال. مساء الخير عمو يزيد. اهلا وشرك سهيب، لاباس وليدي؟ لاباس. خير. اذا سهيب جابنا البريد، البريد تاع اصدقائنا الاطفال. جميل جميل، ديروا لنا في علبة البريد باش من بعد عمو يزيد راح يقرا لكم هذا البريد. اذا احبائي حبيت نتكلم معكم شوية. نبدأ هنا مع العروسة هذه. السلامة يا أطفال. مع السلامة سهيب، مع السلامة. واسمك بنتي؟ لعلي نور الإخلاص. نور الإخلاص، وين تسكني نور الإخلاص؟ في عين الدفلة. مدينة عين الدفلة، الله يبارك الله يبارك، جميل جميل جميل. وأنت يا العروسة واسمك بنتي؟ إنصاف. إنصاف، وين تسكني إنصاف؟ في مليانة. في مليانة، الله يبارك الله يبارك. نروحوا منا نشوفوا أصدقائنا هادو تاني. واسمك وليدي؟ ريان. ريان، وين تسكن ريان؟ في بويرة. في بويرة، خيار ناس خيار ناس. وانت وليدي واسمك؟ عبد الرؤوف. عبد الرؤوف، وين تسكن عبد الرؤوف؟ في بويرة. بويرة تاني، واش عندك في يدك عبد الرؤوف؟ هدايا تاعك. هدية تاعي العمو يزيد. أوه بوسني 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 بوسني، الله يبارك. عبد الرؤوف صديق عمو يزيد، انت اللي كنت ترسلني في عبر الايميل والفيسبوك وكامل، وجيت الحفلات وكامل، الله يبارك. على بالكم عبد الرؤوف من الاوفياء لحصة مع عمو يزيد، كان يتنقل لكل الحفلات، وفي كل مره بالمرات يكونوا الغشي بزاف، يعني يكونوا اطفال بزاف، ما يسعفناش الحظ اننا نتلاقاو، واليوم تلاقينا يا اخي عبد الرؤوف. راك فرحان؟ نعم. مليح عبد الرؤوف. نعم. الله يبارك الله يبارك وليدي. إذا نبقى معنا، وعمو يزيد يحبكم كامل، وهذه الهدية راح نحتفظ بها نحتفظ بها. بوبي ديرها لنا في البيت الجميل. مش عمو يزيد؟ شكرا شكرا عبد الرؤوف وليدي، يعطيكم الصحة. على بالي بتحبوا عمو يزيد، وعمو يزيد يحبكم كامل كامل كامل. أحبائي في هذه الفترة هذه يوم 17 جانفي 17 يناير كان يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي للاجئين والمهاجرين. على بالكم يا احبائي في العالم ما كانش غير السلام، كاين ناس متشردين، كاين ناس الحروب ارغمتهم على انهم يهاجروا الوطن تاعهم. احنا الحمد لله عندنا وطن جميل، وطننا الجزائر لازم نحافظوا عليه، لانه ما عندكش وطن من غير وطنك يا اخي يا احبائي. اذا ولكن العالم كله يوقف في يوم 17 يناير باش يتضامن مع هاد المهاجرين واللاجئين، وعمو يزيد دلهم مفاجأة من بعد راح نغنوها مع بعض. في بداية كل حصة نطرح عليكم سؤال. سؤال اليوم يقول: خالو ابن عمتك كيف يقرب لك؟ كيفاش يجيك خالو ولد عمتك؟ كيفاش يقول لك؟ معلش فكروا لغاية نهاية الحصة، انتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. على بالي بلي شاطرين أحبائي، إذا نفكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا اللي مشوفوا فينا، وإحنا دركا نروحوا مع نور الهدى نكتشفوا شخصية عالم من علماء الإسلام ابن باجة. إذا فضلي نور الهدى، تحية تحية نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم عن شخصية ابن باجة.
أبو بكر محمد بن يحيى السرقسطي المعروف بابن باجة، أول مشاهير الفلاسفة العرب في الأندلس. اشتغل أيضا بالسياسة والعلوم الطبيعية والفلك والرياضيات والموسيقى والطب، أسهم في الطب خاصة. ولد في سرقسطة في الأندلس سنة 1080 ميلادي. ألم بعلوم الثقافات الإسلامية في عصره وبعلوم اليونان، واشتهر بتضلعه في الفلسفة والطب والموسيقى ونظم الشعر. كان ابن باج أول الواقفين في الأندلس على فلسفة وشرح قضاياها ومهد الطريق لمن جاء بعده، ومنهم ابن رشد الذي اعترف بفضله في حقل الفلسفة. ومن أشهر تلامذة ابن باجة أبو الحسن علي بن الإمام وابن رشد. تعقبت اهتمامات ابن باجة العلمية بتعلق بالموسيقى وتذوقها كأستاذه الفارابي، ثم مال إلى المنطق والفلسفة والطب والرياضيات والطبيعة والنفس، وترك فيها رسائل وكتب. مؤلفاته ذات قيم غير محدودة. توفي في فاس المغرب مسموما سنة 1138. شكرا 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 للهدى، شكرا شكرا للهدى. أحبائي، بما أننا كلمنا مقبلة على اللاجئين والمهاجرين اللي ما عندهمش مأوى، ما عندهمش بيوت، عمو يزيد دار أغنية نقول فيها: بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، وفيك أجمل ذكراتي. يلا تغنوا كامل معايا. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت تربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت تربيت، فيك أجمل ذكراتي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت تربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت تربيت، فيك أجمل ذكراتي. ليس سواك ما يسترنا، فيك نلقى راحتنا، تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي. ليس سواك ما يسترنا، فيك نلقى راحتنا، تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت تربيت، فيك أجمل. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت تربيت، فيك أجمل ذكراتي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت تربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت تربيت، فيك أجمل ذكراتي.
ليس سواك ما يسترنا فيك نلقى راحتنا تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي ليس سواك ما يسترنا فيك نلقى راحتنا تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي بيتنا يا أحلى بيت يا مأواي في حياتي فيك ترعرعت تربيت فيك أجمل ذكراتي بيتنا يا أحلى بيت يا مأواي في حياتي فيك ترعرعت تربيت فيك أجمل ذكراتي برافو 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 شكرا شكرا يا أطفال شكرا برافو. إذن تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي. أحبائي جمع الشمل مهم جدا جدا جدا. واش رأيكم دركا نروحوا الألعاب الخفة مع عمو نور الدين اللي جانا من مدينة تيارت. يلا عمو نور الدين تفضل تفضل تفضل. تحية تحية لعمو نور الدين تفضل تفضل عمو نور الدين. إذن أحبائي شكرا لعمو نور الدين شكرا شكرا. الموسم الرابع أضفنا ركن جديد هو ركن هل تعلم. اليوم رايحين مع ميليسا نتعرفوا على معلومة من معلومات هل تعلم. إذن تفضلي تفضلي ميليسا بنتي تفضلي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن وزن الفيل يصل إلى 5 أطنان ومع ذلك تصل سرعته إلى 40 كيلومتر في الساعة. شكرا 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 ميليسا شكرا شكرا شكرا. إذن أحبائي كما قلت لكم ميليسا الفيل وزنه ثقيل جدا مع ذلك يقدر يجري الفيل. إذن ربي سبحانه وضع حكمة في كل مخلوق سبحان الله. واش رايكم أحبائي دركا نروح ونحكي لكم حكاية الكلب البخيل. يلا معايا. إذن أحبائي الأطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الكلب البخيل. واحد النهار كان واحد الكلب يمشي في الطريق هكذا وجوعان جوعان جوعان جدا 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 يبحث على أي حاجة يأكلها. يمشي يمشي هكذا وبعد مرت عليه شاحنة تحت منها قطعة على اللحم هكذا تحت رضح يجري هكذا ورفض هذيك القطعة تاع اللحم، غادي يشوف هكذا موراه يلك شو حدا يشوف فيه ولا، وراح يجري قال لازم نروح نهرب بها إلى أبعد مكان باش ناكلها وحدي. يمشي هكذا من بعد مر على كانوا كلاب هكذا قدامه قالوا له أعطينا شوية، قال لهم لا ناكلها وحدي. قالوا له أعطينا شوية، قال لهم لا ناكلها وحدي وراح يجري هكذا. ما حبش.
ومن يمشي 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 ما تقال لازم نروح المكان بعيد واحد ما يشوفني. من بعد ساب واحد الشجره هكذا حفر 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 دارها تما. من بعد شاف هكذا شاف واحد الذئب من بعيد هكذا كان يشوف فيه شافو عاود نحاها قال لا ما نقسمها حتى ما واحد ناكلها وحدي وراح يمشي. ومن بعد جاي يقطع واحد النهر هكذا فوق الجسر هكذا كان واحد الجسر جاي يقطع الجسر شاف لتحتها هكذا شاف الصوره تاعو هو عم بالو كلب اخر وعم بالو كلب واحد اخر عنده قطعه تاع اللحم حب يزيد يديها له فتح فمه هكذا باش ينبح طاحت له هذيك القطعه تاع اللحم مسكين مد القطعه ديالو مد القطعه تاع هذاك اللي كان عم بالو كلب واحد اخر تاع مو يزيد. نستخلصوا من الحكايه تاع اليوم ان السخاء من حسن الخلق. شكرا تحيه تحيه البوبي تحيه تحيه. اذا احبائي السخاء انسان سخي لازم تقسم واش عندك لازم تقدرش انت تبات شبعان وجارك جوعان. يا احبائي السخاء مليح من حسن الخلق والطمع مشي من حسن الخلق مشي من سمات الطفل الخلوق. اذا السخاء يا احبائي لازم دائما تتخصموا واش عندكم يا اخي احبائي. يلا ما يرجعوا لاماكنكم. اذا احبائي السخاء من سمات الطفل الخلوق لازم الانسان يكون سخي لازم تصدقوا لازم نتقاسم واش عندنا ما نقدروش حنا نباتوا شبعانين وجيراننا جوعانين يا احبائي. اذا الحقنا درك الركن الجميل اللي هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد نكته. تعالي بنتي واحد تعالي واسمك دنيا. وين تسكني دنيا؟ في شبلي. في شبلي ولاية البليدة. نعم. الله يبارك. كاين النكتة تاعك بنتي؟ كان واحد النهار كان واحد الراجل مشحاح كل يوم يجيب مرته الخبز البصل الخبز البصل الخبز 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 البصل وواحد النهار جاب لها غير الخبز قلت له يا راجل جبت غير الخبز نسيت ما جبتش البصل قالها والفت لك سقايطة. برافو. تعال أقل. اسمك وليدي؟ ياسين. ياسين وين تسكن ياسين؟ برج البحري. برج البحري خيار الناس. حكينا نكتة تاعك وليدي. قال لك واحد الأستاذ سقسى التلاميذ تاعه قال له واش معناتها كلمة إطوال؟ جاوب واحد التلميذ قال له الإطوال يقعدوا من اللور والقصار يقعدوا من قدام. برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة؟ تعالي بنتي أروح. روحي بنتي. واسمك بنتي؟ إيمان دلامي. الله يبارك. وين تسكني إيمان؟ في ولاية برج الكيفان. في برج ولاية برج الكيفان مدينة برج الكيفان. مدينة برج الكيفان. ولاية الجزائر العاصمة. إذا بتحكي لنا نكتة تاعك. كان واحد الطفل وقالت لهم أستاذتهم كي طاحوا للدار جيبوا لي ثلاثة كلمات. ومن بعد هذاك الطفل راح عندي ما قالها ماما أعطيني كلمة قالت له دوك نضربك بالبليغة. ومن بعد ومن بعد راح عند خوخ قالوا اعطيني كلمه قالوا سبايدر مان. ومن بعد راح عند بابا قالوا اعطيني كلمه قالوا هيا بينا. ومن بعد غد منك راح عند الاستاذه تاعو قالها قالت له اعطيني ثلاثه كلمات هذوك قال هذوك نضربك بالبليغه. قالت له شك حاسب روحك قال سبايدر مان. قالت له دوك نديك على المدير قالها هيا بينا. تعال تعالي روحي يلا اقعدي بنتي. واسمك؟ دينا. دينا وين تسكني دينا؟ نسكن في الجزائر العاصمه. في الجزائر العاصمه. احكي لنا النكته تاعك بنتي. كان يما كان في قديم الزمان كان واحد القط وذاك القط عنده زميل تاعو يقرا معاه. وفي واحد الخطره زميل تاعو حب يشري شيء ايه وصاحبه الاخر ما خلاش يشري ايه لانه ما عندوش النقود وقال هو لازم نروح نسرق ايه. بعد السيق قال له صاحبه الاخر صاحبي ما تسرقش راك سراق. قال له الاخر نورمال نسرق معليش خلاص الحكايه. اذا ما لازمش نسرقه هذه هي
شكرا بنتي، شكرا شكرا. هيا تعال تعال يلا اروح. واسمك بنتي؟ لالي اخلاص. اخلاص من شكني اخلاص؟ بلاية عين الدفله. في عين الدفله، خير ناس خير ناس بنتي. احكي لنا نكته تاعك. واحد المره قالت لي ولدها روح شيل الزبده. راح راح للطريق هو يقول زبده 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 زبده، بعد كنا تخلطت له قال دبزه دبزه دبزه. اوكي كسر له كسر الحانوت قال له قال ذاك الرجل اعطيني دبزه. هذيك ولا لما قلت له شكون طالك دبزه قال قال كنت قلت لي روح روح الحانوت يعطيك دبزه. برافو 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 برافو. احبائي الحقنا دركا الركن الرسائل. بوبي اعطينا رسائل تاع احبائنا الاطفال اللي بعتوهم لنا، وانتم يا احبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا في الحصه، ما عليكم الا توجهوا لموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار اراء وملاحظات وترسلوا لنا الرسائل تاعكم. شكرا بوبي، شكرا شكرا. تحيه لبوبي، تحيه تحيه. اذا اول رساله، غويلة زينب 4 سنوات من مدينة حسين داي بالجزائر العاصمة، قالت لكم زينب تحب الحصة مع عمو يزيد وتريد المشاركة في الحصة بشغف. إذا زينب غويلة بنتي من حسين داي سوف نتصل بك حتما باش تجي تشاركي معنا في الحصة. الرسالة الموالية، فرح بن ندير 6 سنوات من الجزائر العاصمة، قالت لكم ما في أن بوكو عمو يزيد على فولي. إذا بنتي تحب عمو يزيد بشغف. شكرا شكرا بندير فرح 6 سنوات، عمو يزيد يموت عليك كذلك. الرسالة الموالية، منيا بن بختي 17 سنة، أصدقاء عمو يزيد مش شرط يكونوا صغار، كل حتى الكبار وكامل يحبوا عمو يزيد، عمو يزيد يحبهم. إذا منيا بن بختي 17 سنة من مدينة الداموس ولاية تيبازا، قالت لكم عمو يزيد حبيت نمركي حبيت نسجل لعيد الميلاد. اذا بنتي تسجيل لعيد الميلاد عن طريق البريد 5 قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي، صندوق بريد 42000 طوالي الجزائر العاصمه. مرحبا بك بنتي وسوف نتصل بك ان شاء الله. الرساله المواليه، قالت لكم سيل فو بلي باسي ان بونجور دون فوتر ايميسيون ا امينه مولاي دو مارسي et la petite أريج. دونك أمينة مولاي دو مارسي et la petite أريج، تحياتنا تحياتنا لكل الجالية الجزائرية في المهجر وخاصة في مارسيليا اللي نحبوهم يحبونا، وراح نزوركم في أقرب وقت إن شاء الله. الرسالة الموالية، لوطية مريم 5 سنوات مدينة الأربعاء ولاية البليدة، قالت لكم عيد ميلاد حبيت نماركي في عيد ميلاد، أحبك كثيرا يا عمو يزيد وأريد المشاركة في الحصة وتسجيل لعيد الميلاد. اذا بنتي ما عليك الا توجهي الموقع الانترنت لتسجيل الحضور. مرحبا بك. اذا عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميله الجميله. ودركا والان لحقنا للجواب عن السؤال. السؤال قال، خال ابن عمتك كيف يقرب لك؟ خال ولد عمتك كيفاش يكون لك؟ إذا تعالوا أروح، تعال تعال أروح. هاي واسمك وليدي؟ لعلي موسى. موسى وين تكون موسى؟ في ولاية عين دفلة. في عين دفية؟ عين دفلة؟ أي مدينة؟ في الولاية بدات؟ في المدينة عين دفلة بدات؟ مخاطرية. مخاطرية، الله يبارك الله يبارك. واش هو الجواب كيفاش يقول لك؟ أبي. أبيك فوالا، هو الأب نتاعك هو خال وليد عمتك، هو الوالد نتاعك. برافو برافو. واش قلت لنا اسمك وليدي؟ موسى. موسى موسى، اعطيه الهدية تاع موسى وليدي. اعطي لي اعطي لي اعطي لي. إذا موسى أنت شاطر، عمو يزيد وشركة يوس مهبول يعطوك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. العفو العفو وليدي العفو. تفضل 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 تفضل. في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده، وباش تحتفلوا بعيد ميلادكم ما عليكم الا ترسلونا ب5 قسيمات من علب حليب رامي على الصندوق البريد 42000 سطوالي الجزائر العاصمه. واليوم عندنا عيد ميلاد نور الاخلاص 8 سنوات. تعالي تعالي من عين دفله، تعالي بنتي
تعالي. اذا نور الاخلاص روحي بنتي، حنا راح نغنوا نور الاخلاص، عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاتو تاعها، التحقوا بيا نغنوا لها. تعالوا تعالوا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي دنيا تسنى وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. اذا ديروا العد التنازلي مع عمو يزيد، 8 7 6 5 4 3 2 1. يلا برافو برافو. اذا اعطيني الشهاده تاعها. اذا نور الاخلاص عمو يزيد يهدي لك شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد، وانتم كذلك يا احبائي كل واحد راح ياخذ شهاده باسمه، كل واحد ياخذ شهاده باسمه يحتفظ بها كذكرى لتصوير حصه مع عمو يزيد. اعطيه الهديه تاعها. وبنتي كما وعدناك رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهديه الجميله، ان شاء الله تستفادي بها. يلا وانا ببقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل على قناتكم الشروق تيفي في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. أجواء يعني ما شاء الله، والاستقبال ما شاء الله، ويعطيكم الصحة المبادرة هذه الحسنة. اسمي صابر أيوب، جيت من تبسة. أنا وسمني دانيا بيرور، جيت من بومرداس. أني فرحانة بزاف كي نشارك مع حصة عمو يزيد، ونشكر عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا